بالقانون. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون. يرافقنا المحامي لدى تعقيب ماتخ أنيس الزين. أهلا وسهلا ماتخ. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذا تفرسة فهم. شكرا لك ماتخ. إسكو ممكن الشخص باش يحل باتيندا ويحافظ على العمل متاعو كأجير في مؤسسة؟ تعرفوا أنه معنا الباتيندا إذا كان باش يقوم بعمل تجاري، هناك بعض المهن كما مثلا مهنة المحاماه أو مهنة الطب تمنع أن يقوم بأي نشاط تجاري آخر، لكن هناك إذا الوظيفة اللي هو متوظف فيها ولا المهنة التي يقوم بها لا تمنع من القيام بنشاط آخر، فإنه بيمكن القيام بنشاط آخر. مثلا تكون أنت شخص يشتغل في شركة، يمشي يقوم بتأسيس مؤسسة ويعمل معناها باتيندا خاصة به، هذا معناها ممكن ومعقول في إطار القانون طبعا إذا كان القانون يسمح بذلك، خاطر فما حالات استثنائية يمنع فيها القيام بمثل هذه الأعمال مع في نفس الوقت مع المهنة التي ينتسب إليها. دونك شنو هي الأعمال اللي مش مسموح أنك تخدم في مؤسسة وميم طون تحل باتيندا؟ مثلا نعطيك مثلا مثال الوظيفة العمومية، شخص مثلا المعلم الأستاذ ليس من حقه أن يقوم بأي أعمال أخرى، معناها ما نجمش يعمل باتيندا ويحل عمل آخر إلا إذا كان تفرغ كليا ولا خذا معناها كونجي سونسول. كذلك المهن الحرة، كعديد المهن الحرة كمهنة المحاماة ومهنة الطب التي تمنع على الشخص القيام كذلك بعمل آخر يختلف عن المهنة اللي هو معناها مناط القيام بها، كذلك القضاء القاضي عديد المهن التي تمنع والوظائف التي تمنع أن يقوم بعمل آخر. بالنسبة الذي يشتغل في الخاص ويكون صيفته بطبيعة ما يكون زاد يشتغل في مؤسسة ويمشي حل باتيندا في طريق تقريبا نفس العمل التي يشتغل فيه المؤسسة متاعه باش يولي زحمها وهو مازال يخدم فيها بطبيعة زي مخالف القانون، في غاية هذه الحالات تصبح العملية مسموحة. واضح، مشكور على التفاصيل ماتخ أنيس الزين. في موضوع اليوم كان معنا المحامي لدى تعقيب ماتخ أنيس الزين في بالقانون. بالقانون.